بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. فاثناء ما قاعدين نتكلم على بيع مانشستر يونايتد بيتعاقد مع موسم ماونت. معلش يعني مش ماوسون، اصل حوار ماونت ده من ساعه ما طلع والاسم فيه شويه مشاكل بالنسبه لليوتيوبر كبيره جدا. ماونت قدر ان هو يتعاقد مع مانشستر يونايتد بعد اتفاق ما بين تشيلسي ومانشستر يونايتد على اتمام الصفقه. ماونت اصبح لاعب جديدا لفريق مانشستر يونايتد. ماونت يا اسطى، ايه ده؟ مش الواد ماونت ده لما هو كان بيتقال عليه ان هو ده مستقبل تشيلسي وهو ده فخر تشيلسي وهو ده ولد تشيلسي والكلام ده؟ لا معلش يا عزيزي، الولد جاله عرض كويس من مانشستر يونايتد، ولما مؤاخذه يعني بعد ما دوروا على الفلوس اللي هياخدها لقوا ان هو واخد 15 مليون يورو، وفي مانشستر وفي تشيلسي كان بياخد 8.5. فانا مؤاخذه يعني الدنيا بالنسبه للعرض كده خلصان بشياكه بالنسبه لمانشستر يونايتد. ايه ده؟ ماونت ضحى بتشيلسي عشان خاطر الفلوس؟ عيب عليك يا اسطى، امال هيضحى عشان خاطر ايه؟ هو اللعيبه بتضحى عشان خاطر ايه؟ هو نيمار باع برشلونه عشان خاطر ايه؟ لا مؤاخذه، كله عشان خاطر الفلوس. ولكن هل ماونت يقدر يقدم الاضافه لمانشستر يونايتد؟ طبعا. طبعا ماونت يقدر يقدم الاضافه لمانشستر يونايتد، طبعا ماونت ممكن تحطه في نص الملعب ويقدر ان هو يعمل معاك الاضافه، ماونت ممكن تحطه جناح يمين مكان لعيب زي سانشو، سانشو فخر الكره الانجليزيه، ممكن تحط ماونت ناحيه اليمين وماونت يقدر ان هو ينجح ويكسر الدنيا، ولو اني بتمنى ان ماونت يلعب في نص الملعب، اي نعم نص الملعب فيه زحمه، في كريستيان اريكسون، في لعيبه مهمه زي برونو فرنانديز، ولكن ماونت يقدر ان هو يخش الخناقه دي، ويقدر ان هو يقدم اداء كويس جدا في فريق مانشستر يونايتد. ماونت مستواه تراجع مع تشيلسي واتقال ان هو اصلا عنده مشاكل شخصيه، واصلا عنده واصلا عنده واصلا عنده، وكل المشاكل اللي كانت عنده كلها كانت مشاكل لا تمت كره القدم، فقال لك ان ماونت مستواه تراجع بسبب حاجات مالهاش دعوه بالكوره وبسبب مشاكل شخصيه. ولكن نتمنى ان ماونت يقدر يتخطى المشاكل الشخصيه دي ويقدر يقدم حاجه مع فريق مانشستر يونايتد. ماونت اضافه، طبعا اضافه كبيره جدا لمانشستر يونايتد، بيقارن الصفقه خلصت ب 60 مليون لفريق مانشستر يونايتد. اتمنى ان ماونت ينجح في مانشستر يونايتد، لان بصراحه من الناس اللي كانت معجبه جدا بلعيبه زي ماونت اول ما طلع مع فريق تشيلسي، ولكن اتمنى ان ماونت يقدر ان هو يقدم الاضافه في فريق مانشستر يونايتد. وطبيعي جدا انك هتسيب جحيم تشيلسي وتشيلسي مش هيلعب بطولات اوروبيه وتروح لمانشستر يونايتد اللي هيكون موجود في بطوله اوروبيه السنه الجايه. فبالتوفيق لموسم ماونت وبالتوفيق لجماهير مانشستر يونايتد اللي لسه مستنيه البيعه بتاعه الجليزرز للشيخ جاسم، واحنا كمان مستنيين، قاعد اقول لك هتخلص الاسبوع الجاي، مش عارف الاسبوع الجاي ده ما بيجيش ليه، بقى لنا سنتين مستنيين الاسبوع الجاي للجليزرز هيبيعوا في النادي ولسه الاسبوع الجاي لم يحضر بعد. تفتكر الاسبوع الجاي في بيع الجليزرز للنادي ممكن يجي ولا هنفضل من المنتظرين؟ انا بصراحه بدات اتشائم من حوار بيع الجليزرز للنادي ده.